بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده اولى حلقات برنامج بكره احلى. بكره احلى برنامج هيعيش معاكم فتره جميله قوي خلال الانتخابات البرلمانيه. بكره احلى افتكروا الاسماء اللي هقولها لكم ان شاء الله قريب هيبقى لها شان. دكتور سمير رفعت، ايه القداح، مريم سليم، شباب زي الورد، ربنا يحميهم ويبارك فيهم. احنا النهاردة هنبدأ اول لقاء مع احد المرشحين او من المرشحين الاقوياء اللي موجودين على الساحة في الدائرة الخامسة، وهو النائب نصحي البسنديلي. نصحي البسنديلي بسرعة قبل ما نبدأ اللقاء، هو نائب سابق اكتر من دورة، مثل دايرة شربين في البرلمان ومثل دايرة بسنديلة في البرلمان، والنهاردة بيعود إلى شربين مرة أخرى بعد ما بقت شربين وكرنس وبني عبيد، بيمثل مرشح التحالف. خلينا نسمعه ونشوف بيقول إيه، أو بكرة أحلى مع نصحي البسنديلي. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم متابعي قناه الصحه والجمال، وما زلنا مستمرين في تغطيه انتخابات مجلس النواب وعن دايره كمان شربين تكرنس وبني عبيد. النهارده بنتكلم عن استحقاق من الاستحقاقات الدستوريه الخاصه بالدستور المصري. طبعا دايره شربين تكرنس بني عبيد بتضم شخصيات عامه وشخصيات مهمه جدا في المجتمع، خاصة إن محافظة الدقهلية من المحافظات المهمة جدا في جمهورية مصر العربية. طبعا هنتكلم النهاردة عن مرشح من المرشحين المتميزين جدا واللي ليهم بصمة في الدائرة بشكل عام، وده اللي احنا شفناه من الجيل بتاع المرشح عن مستقبل الوطن رقم واحد عن دائرة شربين وديكانوس بن عبيد. أهلا بيك معانا كابتن موسى. أهلا وسهلا، طبعا مرحب وحي قناة طبعا الصحة والجمال، وشرفتونا وأهلا وسهلا بكم. أول حاجة كنا عايزين نعرف الناس بحضرتك والسيرة الذاتية الخاصة بحضرتك على مدار من بداية العمل السياسي والعمل الاجتماعي. طبعا أنا نصحي علي حسن البسنديلي، عضو مجلس الشعب عن دائرة 9 بسنديلة الأهلية، دورة 2000-2005، دورة 2005-2010، وعضو مجلس محل المحافظة محافظة الأهلية 3 دورات، وكنت دورة منهم رئيس لجنة أملاك الدولة، ودورة منهم رئيس لجنة المتابعة، وكنت بطل مصر في الرياضة، وكنت مدير عام المجالس والمتابعة لمديرية الشباب والرياضة الانتقالية، وكنت أمين شباب الدقهلية سابقا برضه. ويعني ده بالنسبة للعمل السياسي والعمل التنفيذي بالنسبة للسيرة الذاتية. طيب هبدأ مع حضرتك كبداية، أول ما ابتدينا خاصة بعد انتشار فيروس كورونا وما زال برضه مستمر، اغلب الجماهير او اغلب الناخبين بيتمنوا تحسين الرقعه الصحيه والحاله الصحيه في الدائره. حضرتك شايف ده ممكن يتعمل ازاي خلال الفتره اللي جايه؟ هو طبعا مصر او الدوله المصريه طبعا في حاجات كتير مخاطر بالنسبة لها، وفي مستهدفة استهداف وتحارب من الداخل والخارج. فالحرب طبعا زي ما احنا عارفين جاية من دول خارجية على استهداف للوطن، ولأن مصر دولة متميزة، والحمد لله مصر تعتبر يعني عبرت هذه المخاطر وأثبتت وجودها قدام العالم أجمع، وبقت هي قلب الأمة العربية وما زالت هي زعيم للأمة العربية. فالحرب
المصرية حابة تعمل كيان قوي قوي بالتفاف شعبي، على أساس إن يبقى وراها شعب قوي، لأن أي دولة من غير شعب قوي هتنهار وتنتهي تماما، زي دول كتير في يعني الدول العربية كتير انهارت واتقسمت وانتهت تماما. فحابة تعمل كيان، هذا الكيان يكون حواليه التفاف شعبي. فعملت كيان اللي هو مستقبل وطن. مستقبل وطن ده حزب داعم للدولة، والدولة داعمة له في نفس الوقت. طبعا هذا الكيان زي قطار محمل بالخدمات الصحية، في إن شاء الله سينطلق في أنحاء جمهورية مصر العربية للقضاء على كورونا، وعلى وهيكون في طبعا طفرة كبيرة جدا بالنسبة لرقي في مجال الصحة والمستشفيات اللي هي تتبع وزارة الصحة وتتبع وزارة التعليم العالي، وسيكون هناك نهضة صحية كبيرة جدا من خلال كيان قوي، خلال كيان كبير اللي هو التفاف حول الدولة المصرية، بيهموا شعب مصر، بيهموا المواطن، بيهموا الناس. احنا كلنا بنشتغل من اجل المواطن انه يعيش حياة كريمة، حياة صحية كريمة، حياة تكون فعلا. المرحلة الجاية دي ستشهد نهوض بالصحة ونهوض بالخدمات في كل ربوع مصر ان شاء الله. كنا عايزين برضو نعرف ان حضرتك نبذة مهمة عن البرنامج الانتخابي، وبدأتوا تعملوا البرنامج اكيد طبعا قبل ما حضرتك نبدأ عملية الترشح، اكيد عملنا دراسة لأبرز المشاكل اللي موجودة في الدايرة واحتياجات الناس اللي موجودة هنا أنا مصر إصرارا قوي وعاقد العزم، عزما حقيقيا على أن تكون دورة 2020 هي الدورة الأهم في الحياة النيابية في دائرة شربين دي كان اسمها نيابين، وبعتبر نفسي قادما لإنقاذ الدائرة من تدهور وتدني مستوى الخدمات التي قدمت إلى المواطن من قبل الدولة في الفترة السابقة. فبرنامجي هو النهوض بالخدمات، كل الخدمات في الدائرة، وارتفاع مستوى الخدمات التي قدمت والتي تدنت في المرحلة السابقة. وأنا بعتبر نفسي قادم لإنقاذ هذه الدائرة من تدني مستوى الخدمات التي انهار تماما. المواطن في شربين وفي ديكيرنس وبني بيت ما يستاهلش ده كان يحصل، ما يستاهلش غياب الرقابة وتفشي حاجات كتير، منها الفساد ومنها الرشوة ومنها حاجات كتير. فأنا بعتبر نفسي قادم في مهمة لإنقاذ الوضع المتدني والمتداول في هذه الدائرة. أولويات أهم مهمة في البرنامج وتحضيرتك في الجانب التعليمي، في الجانب الصحي، في الجانب الرياضي، عايزين نعرف. وأنا عندي إن أنا هنهض في كل الخدمات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، كل النواحي. وإن حزبنا طبعا له خطة وله برنامج وله رؤية في، وهو قطار محمل، وأنا بقول هذا الكلام، قطار محمل بالخدمات للنهوض بأهل الدايرة، علشان المواطن إن شاء الله يعيش حياة كريمة، يعيش حياة متميزة، إن فعلا يكون فيه يعني يحس إن فيه فرق بين الفترة اللي فاتت والفترة الجايه ان شاء الله اللي هي الدوره اللي هي 5 سنوات. طيب حضرتك للناخبين خاصه ان احنا بنتكلم عن انتخابات جايه بعد انتخابات مجلس الشيوخ، وشفنا طفره مهمه جدا لحزب المستقبل الوطني في انتخابات مجلس الشيوخ السابقه واللي فاتت يعني، فتقول لهم ايه
تشجيع للنزول وعمليات التصوير في رسالة حضرتك ليه؟ الرسالة بتاعتي للشعب إن الأمل موجود والناس ما تيأسش، لأن الأمل فعلا في بكرة، ولابد إن إحنا ننزل علشان نشارك علشان نقول رأينا، لأن لو ما قلناش رأينا وما شاركناش كده ما احناش هنقدر نحصل على خدماتنا، ما احناش هنقدر نعمل حياة كريمة لأولادنا. لابد نشارك، لابد نكون موجودين. القادم أفضل، القادم أفضل بكتير. أنا لما كنت فعلا مستقل قبل ما أخش حلم مستقبل الوطن كنت برضه كان في حاجات كتير غايبة عني. النهارده لما دخلت الحزب ده والكيان الكبير ده أنا حسيت إن فعلا القادم أفضل، وأنا بطمن الشعب وبقول لهم انزلوا شاركوا وانزلوا قولوا رأيكم واختاروا الأفضل والأحسن والأكفأ. العملية مش شعارات، العملية أرض واقع، ما يشوفك وصور وكلام. الموضوع موضوع من هو الأقدر، مين اللي هيقدر فعلا إن هو يمثلك في البرلمان. ده برلمان مش رايحين نعمل حفلة تجارب، مش رايحين يعني فلان قريب فلان وفلان قريب علان، لا هذا الكلام. يعني عايزين نشوف من هو الأكفأ، مين اللي هيقدر فعلا يقوم بهذه المهمة، مين اللي احنا هنوكله عشان يوقف الحكومة. يعني وانا عايز اقول يعني مثل، وبقول للشعب المصري وبقول للشعب دايرة شربين ودايرة كده سبحان حبيت، انا عايز اقول لهم انا لما كنت نائب في البرلمان المصري عن الحزب الوطني والحكومة كانت حكومة الحزب الوطني، ولما لقيت الحكومة بتجور على حق الشعب انا بفتخر انني النائب الوحيد اللي استقلت من الحزب الوطني، برغم ان كان رئيس الحزب الوطني هو رئيس جمهوريه مصر العربيه، وتقدمت له استقالتي في 2008. وانا بقول للشباب الجيل الجديد اذا كان الشباب عمل ثوره في 2011 انا رفضت النظام ورفضت الحكم ورفض، وانا نائب في البرلمان مش مواطن عادي، وقلت لهم انا مش معاكم لان السياسه دي سياسه، وذلك من اجل المواطن، من اجل المصلحه العامه، من اجل الشعب، من اجل الناس اللي اختاروني، وليس كان لي مصلحه شخصيه. وهذا الكلام موثق وجه في كل الاعلام في الحاجات المقروءه والمرئيه والمسموعه. واستقالتي لرئيس جمهوريه مصر العربيه، احنا ناس احرار، احنا هنمثل شعب حر، هنمثل ناس نقدر نقول للرئيس، نقدر نقول لاي مسؤول في مصر لو في غلط هنقدر نقول له ان ده غلط. يعني مش رايحين نبصم ولا رايحين نطبطب، احنا رايحين نمثل شعب. الحكايه حكايه كبيره قوي يا دايره شربين ودايره كبس وبني عبيد. الموضوع موضوع كبير، الموضوع مش مجرد انتخاب يوم 7 و8، الموضوع موضوع 5 سنين. مين الاقدر اللي هيمثلني؟ الحكايه حكايه وطن، حكايه شعب، حكايه كبير، مش حكاية رحيل ان احنا ننتخب حد عشان قريب حد. احنا رحيل ننتخب من هو الاصلح والاقدر والادفع، انما العملية مش عملية عواطف. صوتك ده امانة في عنقك، ربنا يحاسبك على صوتك ده، ربنا يقول لك انت انتخبت، يعني هنبقى في حساب. طبعا قضاء حوائج الناس دي قمه العباده وقمه الاسلام، قضاء حوائج الناس ده القمه الكبيره بتاع الاسلام، واذا كان الاعتكاف هو قمه الاسلام فالاعتكاف 10 ايام، فاللي بيقضي حاجه واحد مسلم او واحد من الشعب من اللي بيقولوا لا اله الا الله او بيعترفوا كلنا نسيج واحد وكلنا شعب واحد، ده كانه حج، كانه هو اعتكف 10 سنوات. فاحنا انا شخصيا يعني بقول للشعب انتخب الاكفأ والاجرأ والاحسن والاصلح، ما تنتخبش بالعواطف، ما تنتخبش عواطف ده ابن القريه والتاني ابن معرفش المدينه. لما كنت تاني في نائب عند دايره بسنديله وكانت مدينه شربين ما كانتش تابع خالص، انما كان في جيل المواطن
مدينة شربين أنا بعامله معاملة الراجل الابن ابن دايرة بسندين. ليه؟ لأن أنا بقول إحنا واحد، إحنا شعب واحد، إحنا مركز واحد، ليس هناك فرق بين المدينة والقرى. يا جماعة الموضوع مش موضوع ده من المدينة، ده من الريف، ده من كلامنا، لا، الموضوع موضوع الأكفى والأصلح، وده أهم شيء اللي أنا بأكد عليه وبدور عليه. طيب نبدأ مع حضرتك عن إن حضرتك بطل سابق للجمهورية في الرياضة وأهمية الرياضة في حياة الشباب. ممكن حضرتك شايف ازاي الفترة اللي جاية ان احنا او حضرتك اهتم بوجود الحاسب في الرقعة الرياضية الخاصة في شربين وبكامل سبان عبيد، خاصة احنا شفنا مطالبات من بعض اهل شربين بتحسين الخدمة الرياضية المقدمة على مستوى شربين. هو يعني الحمد لله ان كل المرشحين 47 او 45 واحد بعتبرني الوحيد فيهم ابن الشباب الرياضة، امين الشباب، مدير بطل مصر في الرياضة. فكل يعني انا بقول انا اللي تعنيني الرياضة والشباب الوحيد في كل المرشحين، وانا عارف الشباب عاوز ايه، وانا تحملت مسؤولية امانة الشباب فترة طويلة انها من يتغنى بالشباب. هي دي اغاني وهميه، انما احنا اللي نعي، انا الاعي تماما الشباب عاوز ايه، الشباب محتاج ايه. الرياضيين اللي كانوا بيلعبوا اللعبه بتاعتي في دايره شربين وادي كرز وورع بيت 2000 واحد ب 2000 اسره، انا اعرف هم مين، اعرف اساميهم، اعرف هو ابن مين وابوه مين وامه مين وخالته مين وسته مين وعمته مين. فاني شخصيه بصفه شخصيه ساهتم اهتماما بالغا بمراكز الشباب، وان تكون مراكز على اكمل وجه، وان تكون في القمه، وكذلك النوادي الرياضيه التي في دايره شربين وبني عبيد وادي كرنس ستشهد طفرة كبيرة جدا من الإنجازات ومن الوقوف على قمة الرياضة، وسيكون هناك نهوض بالغ بالرياضة والرياضيين والشباب، وكذلك أبطال واللاعبين لعبة اللي أنا كنت بلعبها اللي هي كمال أجسام وكونغ فو والكاراتيه. كل هؤلاء لو مني الرعاية الأولى، 2000 أسرة في دائرة شربين وادي كرز وورع بيت، 2000 أسرة ينجحوا 3 أعضاء، مش أو يعني ينجحوا أي حد، ده دول بس يعني خدت بال حضرتك، إنما اهتمام بالغ وشديد، وسيكون مميز، وستكون الدورة الأهم في كل الدورات السابقة. ستشهد طفرة كبيرة للشباب لأنني أعي من هم الشباب، الشباب عاوز إيه. لما كنت أنا من الشباب فترة طويلة عارف هم عاوزين إيه، لما كنت مدير عام المجالس في الشباب والرياضة عارف هم عاوزين إيه، لما كنت مدير عام المتابعة عارف الشباب عاوز إيه، لما كنت رئيس وحدة الشباب والرياضة في بداية حياتي وفي مستهل حياتي عارف الشباب هو عاوز إيه. لا أغني على الشباب، انما اعي الشباب عاوز ايه. لا احكي حكايات خياليه وانا ما كنتش في الشباب، لا، انا بقول انا ابن الشباب في كل المرشحين جميعا في الشباب، وكذلك بطل مصر في الرياضه. فاعي الشباب عاوز ايه والرياضيين عايزين ايه في دائره شربين وبني عبيد وكذا. انما من يتغنى بغنوه الشباب واصل هو ما اعرفش سنه كم، و40 لا كم و20، كلام ده كلام لا يعي ولا يعلم ولا يعرف الشباب عايزين ايه. دي اغاني وطنيه تذاع لاول مره يسمعها الناس، ولن تضع بصمات في عقل ولا في ذهن اي حد في الدايره. انا عايز اقول حاجه، اللي هيمثل الدايره دي لابد ان يكون محل ثقه واعتبار لدى الكل،
لدى الشباب ولدى الرجال ولدى الشيوخ ولدى المرأة المصرية. فإنما المواضيع مش أغاني، مش حكايات وهمية، مش كلام. من يتغنى بالشباب فهو عاري تماما من الحقيقة. الشباب لها ممثل حقيقي، لها ممثل حقيقي. الشباب ليست كلام، ليست أوهام، ليست شعارات. الشباب لها ممثل حقيقي في هذه الدائرة. الوحيد اللي يتكلم عن الشباب هو أنا فخر. أما من يتغنى بالشباب فدي أغاني عارية من الصحة تماما، أغاني وهمية، أغاني لا يعرفه غير البسطاء. إنما لن تصل إلى عقول الشباب، لن تصل الحقيقة المؤكدة دي. الشباب لو ممثل حقيقي تنفيذي ورياضي وسياسي، سياسي كنت أمين الشباب، تنفيذي كنت مدير عام الشباب والرياضة، كنت مدير إدارة المجالس، كنت مدير المتابعة، كنت رئيس وحدة الشباب والرياضة، رياضي، كنت بطل مصر في الرياضة. من هو الذي يتغنى بالشباب؟ إزاي حد يتكلم عشان في وجود قائد الشباب في الدائرة دي؟ إزاي؟ ده كلام أوهام، ده أوهام وأوجاع يقولها بعيد عن دائرة شربين وكيلس والأمان. الشباب لو ممثل حقيقي، ممثل موجود، ممثل تنفيذي ورياضي وسياسي، إنما مش أغاني وطنية وأناشيد وأوهام وأوجاع. الشباب أنا بقول وبحذر، الشباب لو ممثل حقيقي، الشباب لهم واحد موجود في الدائرة دي بيمثل الشباب والرياضيين، ممثل تنفيذي سياسي رياضي. من يحمل هذه المقاومات في المرشحين؟ من يحمل؟ من يتغنى بالكلام؟ واحد عامل عدسات الوان يعني ايه يبقى شباب؟ ايه كلام فارغ ده؟ ده كلام فارغ واوهام واوجاع ارفضها. انا ارفضها، الشعب يرفض هذا الكلام، الشباب يرفض هذا الكلام. ده كلام اوهام فاوهام لن تصل الى الحقيقه ابدا. دور المراه مهم جدا في عمليه التصويت في الانتخابات، والمراه برضه بتحتاج الاهتمام الخاص سواء عن طريق الدعم الخاص لمشاكل المراه والامور اللي المراه بتحتاجها. حضرتك شايف ممكن ايه وجهه نظرك وهنقف ازاي جانب المراه في شربين وكرش والعباد؟ المراه المصريه او المراه في دائره شربين وكرش والعباد طبعا عليها عامل كبير جدا. والدولة المصرية لما لقت إن المرأة فعلا قامت بدور كبير قوي، وقامت بنشاط ملحوظ سياسيا، وقامت وبرزت فعلا دورها، فالدستور المصري وكبار العلماء والناس الدساتير يعني عمل الدستور خصصوا ربع مقاعد البرلمان للمرأة المصرية. وده تميز لم يحصل من قبل، وده احنا بنعضد وبنحيي هذا التوجه. لان المراه اذا كان القران قال ان هي نصف الراجل، واذا كان الدستور جاء بها الى الربع، فاحنا بنقول ان دي بدايه موفقه على الطريق. لان هم شركاء لنا في العمل، شركاء لنا في كل شيء، لان بدونهم فعلا ما هننهضش، بدونهم فعلا ما هنقدرش فعلا ان احنا نقوم بالعمل على اكمل وجه. دور المراه مهم جدا. دور المراه ان شاء الله برغم انها خدت 25% من المقاعد في القايمه، باعتبار ان وصول الممكن واحده تبقى متميزه، بس يعني الطبيعه بتاعتنا او الحاجات بتاعتنا طبعا هنا يعني يقول لك ايه ممكن ما ينتخبش المرأة. فالدستور خصصها ربع، ودي حاجه كويسه جدا وحاجه متميزه قوي وحاجه كويسه جدا. فانا شخصيا هعضد دور المراه، هقف معاها. لابد المراه فعلا تتميز اكتر واكتر، وعلى اساس تحصل على نصيبها اكبر بكده كمان،
والمرأة دي مهمين، المرأة دي أمنا وأختنا وبنتنا، والمرأة دي مهمة أوي في حياتنا. من غير المرأة ما نعرفش نتحرك، ما نعرفش نمشي، ما نعرفش نتكلم. إنما دور المرأة دور إن شاء الله في المرحلة الجاية في دايرة شربين وادي كرز وأنا بات سيكون مميز في وجودي بإذن الله. سيكون في خلال 5 سنين إن شاء الله هيكون في نهضة نسائية قوية جدا، وإن شاء الله يكون في مشاركة نسائية قوية في دايرة شربين وادي كرز وأنا بات. طيب نتكلم عن جزء التعليم. التعليم مهم جدا في المجتمع، وبيقدم بيغير من سلوكيات كثيره وحاجات مهمه جدا. ممكن نهتم ازاي برقم التعليم في كيرنس وشربين وغيرها؟ طبعا بالنسبه للتعليم، التعليم هو عصب الام. التعليم هو عصب الام. العصب العقل المفكر للامه هو التعليم. فالتعليم لابد فعلا ان احنا نعمل نهضه تعليميه قويه جدا. ان احنا ممكن قوي، انا عندي امل وامل كبير ان يبقى في نجيب فرع من جامعه المنصوره، نجيبه شربيه، نعمل لابد نهضه تعليميه. وانا اهتم جدا بالتعليم، لان التعليم ده فضلوه حتى يعني التربيه والتعليم. التربيه مهمه عن اي شيء، والتعليم مكمل لكل شيء. فان شاء الله باذن الله هقوم بنهضه تعليميه قويه في كل القرى، في مدينه شربين، في كل النجوم والعزب، على ان اولادنا وشبابنا لابد ان هم فعلا ينالوا خص وفير من التعليم، وان يكون هناك انجازات في قطاع التعليم تشهدها الدايره ان شاء الله تشهده، وتكون هي فعلا الدورة الأهم في التعليم وإنجازات التعليم وتكملة أشياء كتير في المجال التعليمي. دور التعليم، دور المرأة، دور الرياضة، أيضا الخدمات الخاصة بأهل الدايرة، كانوا اتكلموا على الطرق وأهم تحسين خدمة الطرق خاصة في قرى شربين. حضرتك ممكن وجهة نظرك، وهتبدأ ازاي في الخدمة العامة دي خاصة شفناها كل الناس اغلبهم بيتكلموا عنها؟ هو يعني معلش ان طبعا يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانا حقيقة بحييه، الراجل ده راجل يعني قايم بدور كبير قوي على مستوى العالم، واثبت وجوده واثبت ان هو فعلا الاقدر والاحسن والاحق، وراجل يعني يكفي ان هو طبعا طلعنا من الارهاب ونشل او شال مصر فعلا من قبضه الاخوان. والراجل ده اول ما بدا النهارده يعمل نهضه، نهضه الطرق، يعمل حاجات كباري، يعمل سيوله في المواصلات. وجاب الراجل ده الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاب وزير كفاءة، وزير قوي جدا. يعني كامل بيه الوزير كامل الوزير، وكامل بيه الوزير نعرفه واحنا لسه في التعليم زمان، مش عايزين نكبره في السن قوي، بس يعني نعرفه واحنا لسه في الطلبة في المدارس، وكان وفي بداية حياته كان راجل نشيط، كان راجل متميز في حياته ومتفرد في حياته. فالوزير الرئيس عبد الفتاح جاب الراجل ده عشان يبقى وزير للنقل والمواصلات. فبداوا بتخطيط قوي جدا لعمل طرق واعاده رصد طرق واعاده وانشاء طرق جديده وعمل مسارات كتير. فهذا الكلام ان شاء الله عايزه نائب قوي، نائب قادر، مش نائب كلام، لا نائب فعل، مش نائب بيسمع المواضيع، لا عارف عايش المواضيع، عارف هيجيب منين الاعتمادات، عارف لما يروح للوزير الوزير هيحترمه، الوزير هيقدره، هيقدر يديله الانشاءات والمشروعات والحاجات اللي هي فعلا تجوب بكل الرصف والطرق والحاجات دي. فان شاء الله في طرق كتير فعلا في دايره شربين،
وانا قلت ان انا جاي انقذ الوضع المتدهور في مستوى الخدمات في بدايه كلمتي، فانا فعلا جاي، وان شاء الله هنعمل هنرصف طريق شربينجر في الغاب، هنرصف طريق بتاع برضه شربين راس الخليج، هنعمل مسارات جديده مثلا من الاحمديه للصبريه، مسارات كتيره هنعملها ان شاء الله في تكرمس، في بني عبيد، في البلاد دي كلها كامله ان شاء الله. هننهض مع النواب ان شاء الله اللي ربنا ان شاء الله يكتب لهم النجاح، ان شاء الله هننهض، هيبقى كلنا لينا مصلحه المواطن، لينا مصلحه الشعب، لينا مصلحه الناس اللي انتخبونا، ان احنا لابد نحقق لهم انجازات على ارض الواقع، على ارض الطرق، اعاده راس الطرق، استكمالها، كل هذا الكلام ان شاء الله يكون له اولويه. ليس لنا هدف غير المواطن ان يعيش حياه كريمه، يقدر يمشي على طريق سليم، العربات ما تتكسرش، الناس يبقى فيه سيوله في المواصلات، ان شاء الله يكون هناك انجازات، انجازات قويه جدا باذن الله في المرحله القادمه. نرجع لحضرتك تاني في جزء تشغيل الشباب وقطاع العمل، وده مهم جدا للشباب، كنا بنتكلم برضه عن الشباب. البطاله عامل مهم جدا بيواجه الشباب، حضرتك ممكن تساعدهم ازاي ونواجه الموضوع ده مع بعض خلال الفترة اللي جاية؟ عندي رؤية إن شاء الله في موضوع الشباب والبطالة تحديدا، في رؤية في دماغي يعني حاجة معينة، بس أنا برضه مستني لما أروح مجلس كده إن شاء الله لو ربنا كتب لها نجاح، إنما هيكون في حاجة لابد إن يكون في شيء أو في حاجة هنعملها، تصور في دماغي أو اقتراح في دماغي انني هنفذه، بس انا يمكن حاليا ما بزعوش علشان اشوف امكانيه هل ممكن يتنفذ 100%، يتنفذ 90%، يتنفذ 80%، يتنفذ 70%، انما دي لابد انا عامل شيء للقضاء على البطاله او على جزء من البطاله ان شاء الله في المرحله الجايه دي، لان انا مصر اصرارا اكيدا وحقيقيا ان تكون الدوره الجايه دي هي الدوره الاهم في الحياه النيابيه وفي الحياه السياسيه، باعتبار انني لدي خبرات تفوق اي خبرات من اي حد، فانا هكرسها كلها من اجل القضاء على البطاله او القضاء على جزء كبير من البطاله. ولذلك وانا بقول له لدايره شربين وكنس وبني عبيد، يعني الناس ان شاء الله اللي هيكونوا باذن الله لهم موقف معانا ان شاء الله هنطور رقبتهم، هنعمل حاجات كويسه جدا، هنعمل بالنسبه للبطاله وتشغيل الشباب، انا في دماغي رؤيه قويه جدا ورؤيه، والدوله فيها حاجات كتير بدايل، يعني فيها بدايل كبيره قوي ان شاء الله. انا مصر وعاقد العزم على ان لابد موضوع البطاله يكون مهم جدا، الشباب اللي هم اولادنا، ومهم قوي ان هو القضاء حتى على جزء كبير قوي من البطاله، لابد نقدم مشروع مهم قوي، مشروع يفيد الناس، مشروع فعلا يكون الاهم ومحدش عمله قبل كده في الحياه النيابيه النهائي خالص. يعني انا طبعا بالصدد ده لا يفوتني ابدا ان انا احيي اخونا العزيز واخونا الغالي النائب فوزي الشرباصي، الراجل المحترم، الراجل الاصيل، الراجل اللي يعرف فعلا معنى الاخوه، معنى الرجوله، الراجل ده دخل مجلس النواب بشرف وامانه، والراجل ما ترشحش لظروف شغله، لظروف ان هو مش فاضي، لظروف حاجات كتير هو فضل، فالراجل احنا بنشكره على المده السابقه وبنقول له يعني انت فعلا كنت نائب كويس ونائب متميز باخلاقك، بذوقك، بادبك، باحترامك، فانا من هنا بحييه. والراجل ده طول عمره احنا علاقتنا ببعض علاقه قويه جدا، هو واخواته واهله وناسه، فانا بحيي الحاج فوزي الشرباصي النائب، وبحيي اهل الوكاله جميعا فرضا فرضا، اخواتنا العزاز اللي هم ناس دايما مثال للامل
الأمانة والشرف ومثال للأخوة الصادقة والوقفات العظيمة إن شاء الله. وإن كان الحاج فوزي الشرباصي ما ترشحش، فأنا برضو رشح لزنديلي ابن الوكالة وواحد من الوكالة، ومش أنا ابن الوحدة المحلية للوكالة، كل بيت في الوكالة بربطني بيه علاقة، بربطني بيه قرابة، بربطني بيه صداقة، بربطني بيه زمالة، كل بيوت أهل الوكالة والمربع ودوكسون وواسعة كلهم أهلي، كلهم إخواتي، كلهم ناسي، كلهم ناس دايما كان لهم باستمرار فضل علينا في حاجات كتير. يعني أنا طبعا بحيي كمان مركز شربين كله، بحيي مركز ديكيرنس، مركز ديكيرنس وغير عباد، مركز ديكيرنس في أهل، في ناس أهل لي هناك، في أصدقاء، في زمايل، زمايل في العمل، زمايل في الرياضة، زمايل في السياسة في مجالس الشعبية المحلية، مجالس في زمايل في مجلس الشعب السابقين، في مجلس الشعراء السابقين، في المجالس الشعبية المحلية السابقين، الرياضيين بنحيي الرياضيين كلهم في مركز شربين ومركز تكنس وبني عبيد، بنحيي كل أهلنا بني عبيد كذلك، لنا فيها جذور، لنا فيها زملاء، زملاء في العمل والسياسة والرياضة والعمل التنفيذي. إن شاء الله يعني إحنا متفائلين خير، وأنا كنت سعيد قوي 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 لما الدايرة بقت تكنس وبني عبيد معانا، لأن الناس اللي بنحط بهم علاقات قوية جدا، وأنا بحب الناس دي جدا جدا جدا، والناس دول علاقتي بهم قوية قوي. يعني بلاد كتير قوي من ديكيرنس، أهل شعب ديكيرنس نفسه، بني عبيد، إخواتنا وأهلنا وناسنا. فأنا سعيد قوي إنني شرفت إن أنا أمثل الدائرة دي. الله أنا بالناس دي إن شاء الله وبأهلي وشعبي ووطني إن شاء الله سنعبر إلى بر الأمان. ومش معنى إن اختيار أو تم اختيار رقم واحد من فراغ، لا، أنا بقول لأ وألف لأ ومليار لأ، لأ، في تاريخ وتاريخ كبير وتاريخ موجود، ووجود انتصار لهم وانتصار لرأيهم، انتصار للرياضيين، انتصار للشعب والرياضة، انتصار لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، انتصار لزملاء أعضاء مجلس الشعب في ثلاث مراكز السابقين، انتصار للناس أهلي وشعبي ووطني في ثلاث مراكز. في النهاية بشكر المرشح والنائب السابق نصحي بسنتيلي، المرشح عن دائرة شربين وتكرس وبني عبيد، بنشكره على اللقاء ده، وإن شاء الله بنتمنى له التوفيق بإذن الله، وبنتمنى لحزب المستقبل الوطني وكل المرشحين بإذن الله التوفيق. فاصل ونطلع معاه نكمل الحلقة. أنا طلعت حسن سلامة، بوجه رسالة لجميع الدائرة بتاعتنا إن الكابتن نصحي راجل مناسب، وشوف مشاكلنا وشوف مشاكل الناس، وهو أحسن واحد يمثل الدائرة بتاعتنا. عندما هي فرصة لنا إن الكابتن ويانا، وهو إحنا اللي محتاجين له المرة دي، قعد مرتين وعارف مشاكلنا وعارف مشاكل الناس، وربنا يعينه علينا. أنا محتاجين إن هو إن إحنا إن هو ينجح عشان إحنا مش عشانه هو. بالنيابة عن الشباب وعن كل المشجعين سواء في اللعبة بتاعتنا أو غير اللعبة بتاعتنا، كابتن نصحي كان اصلا مناسب في المكان ده من بدايه الامر في الفتره اللي فاتت واللي قبلها، بالدليل ان هو كان بيحل جميع المشاكل الشباب اللي بتروح له هناك في المقر، سواء كان هو لسه في الانتخابات او بره الانتخابات. فانا بوجه لكل الشباب او كل الطائفه اللي هي من عمري ومن عمر الاصغر مني اللي هو ليه صحه الانتخاب، ان ما لهناش الا الراجل المناسب ده عشان يقف ورانا في كل مكان وفي كل مجال رياضي. وشكرا. طارق عبد الستار ابراهيم من حج شربيني، بوجه رساله لاهالي الدايره بني عبيد وتكرنس وشربين، كابتن نصح راجل مناسب في المكان المناسب، وجربناه كتير، يعني جربناه فترتين قبل كده، راجل خادم الناس كلها بكل اخلاص وبكل امانه، وراجل يعني ايه بيحب الشعب والشعب بيحبه، وبالتوفيق ان شاء الله كابتن نصح. معايا بقى الاستاذ شاكر السرايا، صاحب شركه السرايا للاستثمار العقاري والاستيراد والتصدير، بنرحب بيه طبعا واحنا ضيوف عنده، بنرحبه على الدعوه الكريمه دي، وهو داعم للكابتن نصحي البسنتيلي، وهيوجه له رساله مهمه للكابتن نصحي وكمان لاهل دايره شربين ودكانس وبني عبيد. اهلا بيك استاذ شاكر. اهلا، ازيك يا باشا؟ الله يبارك فيك. ازيك يا استاذ احمد؟ وجه ايه للاستاذ الكابتن نصحي واهل دايره شربين ودكانس؟ الاستاذ نصحي وجه له كل الشكر، وهو قامه كبيره، قامه في الرياضه وفي مجلس الشعب، كفايه ان هو كان فاتح بيته في الفتره اللي ما جاش فيها في الانتخابات، فاتح بيته وقاعد وبيخدم الناس كانه موجود في مجلس الشعب.
يعني كان هو زيه زي ناس بتوع مجلس الشعب بالظبط، وهم هنا ملقبينه بايه؟ بنائب الغلابه. ليه؟ على التواضع بتاعه، اخلاقه، راجل محترم بيقف جنب كل واحد في فرح في ميتم، تلاقيه متواجد قبل اي حد. وعايزينه برضك يعني في متطلبات منه كتير، عايزينه اهم حاجه يهتم بالطريق، لان الطريق بتاعنا ده برضك ايه يعني بقاله حوالي من اكتر من 50 سنه ما فيش اي صيانه. في امور كتيره بوجه لحضرتك ايه لاهل الدايره وتقول لهم ايه ان هم ينزلوا في الانتخابات اللي جايه، خاصه احنا شفنا ردود فعل كبيره جدا واهتمام كبير جدا ان هو محبوب فعلا في دايره شربين ودكانس وبنعبيد. تقول لهم ايه؟ انا اوجه لهم كل واحد ينزل، مش محتاجين بقى حد نروح نجيب حد من البيوت نجيب لهم، لا لازم ينزل. هو لو ما قفش معاه الوقت هيقف معاه امتى؟ وقفنا معاه جنبه ده اللي هينجحه وده اللي هيرفعه ان شاء الله. احنا محتاجين لكل صوت، راجل، مرة، شاب، ما حدش يقعد في البيت يقول لك ده ما فيش حد جابني، ده ما فيش حد ايه بعت لي ولا مغزه توك توك بتاعي يجيبه. لا، الناس مش محتاجه، الناس محتاجه اللي هي تنزل تقف جابني ابن بلد. دلوقتي الحزب جابه، يعني الحزب هو فضله عن ناس كتير. طب احنا ما نقفش عليه ليه؟ ده الحزب يعني شوف من القاهره، يعني هو ما كانش تابع الحزب، الحزب فضله عن ناس كتير. خلاص الناس استفاد بقى بالنقطه دي وتقف معاه، بس نقول له ربنا يصلح حالك وبالتوفيق واحنا وراك، واللي هو عايزه احنا موجودين، بس يخلي باله برضك زي ما قلت لحضرتك او انت بتقول اللي هو ايه على الشباب. اهم حاجه برضك المجالس المحليه ياخد باله منها شويه، مراكز الشباب، الطريق اهم حاجه، الطريق ده لان احنا بنشوف فيه مشاكل، مشاكل كتيره جدا. بقول لك يا صاحبي انتوا نورتونا النهارده في بلدكم قريه كفر الشريف، بلد سيادة النائب نصر المسنديلي، قناه الصحه والجمال، قناه متميزه، قناه احنا شفناها ما شاء الله بوجود حضرتك طبعا وجود طاقم العمل معاك. نرحب بكم مره ثانيه في كفر الشريف، وعايز اقول لك ان انت النهارده امام جمل بسنديلي او جمل شربين زي ما بيقولوا، كابتن نصر المسنديلي. استاذ شاكر طبعا صديق عزيز ويعرف قدر كابتن نصر المسنديلي قد ايه. كابتن نصر المسنديلي نائب 3 دورات، احنا بنتعشم في ان شاء الله في 2020 ان احنا نشوف نائب قوي هيتوج مجهوداته في 30 سنه امضاهم يا استاذ شاكر كبطل الجمهوريه 5 سنوات في كمال الاجسام، وكرجل النهارده ما شاء الله مكتبه مفتوح زي ما انت شايف كده يا استاذ شاكر، اثناء زمن 5 سنوات الماضيه كان مفتوح بالظبط بالظبط. عايز اقول للاستاذ احمد طبعا الاعلام الكبير، استاذ احمد انت قدام النهارده شخصيه جاءت باجماع واراء الشعب. النهارده الكابتن نصر البسنديلي لم يكن في حزب مستقبل الوطن، ولكن حزب مستقبل الوطن راى في المرحله الماضيه ان نصر البسنديلي هو رجل المرحله القادمه. عايز اقول لحضرتك انت موفق جدا النهارده في حالتك في ان انت سجلت مع هذا الرجل العظيم الذي يعني ظل 50 عاما خادما لابناء دايرته وابناء مركز شربين وخط الوكاله بالذات. وعايز اقول لك ان ده من بيت اصيل، يعني نصر البسنديلي تربى في بيت اصيل، والده كان راجل اصيل وكان راجل خدوم. مش هتكلم كتير، انا عايز اقول لك انت موفق جدا في الحاله دي يا صاحبي. شكرا شكرا. الرحمن الرحيم. عندنا عم نصر البسنديلي فاتح بيته للناس، هو فعلا نائب الغلابه، هو ما هوش يعني هو ما هوش في المجلس بس بيعمل كل حاجه للناس، وزي ما انتم شايفين بيته مفتوح في اي وقت، واللي عاوز يجي يشوف يجي يتفضل يشوف في اي وقت وفي اي حته فتح بيته لنا وللغريب وللقريب والبره الدايره والجوه الدايره ولكل الناس، واي حد يتفضل يشوف بيته هو موجود، هو بيته في كفر شريف شربين، ويعني فاتح بيته في اي وقت وفي اي مكان لاي حد، وبروح مع اي حد في اي حته زي ما هو عاوز، غريب قريب اي حد، حد محبوس اي حد بروح معاه، ما بيتاخرش عن حد في اي وقت ولا في اي حته ولا في اي مكان، وبيته مفتوح وجوه الدايره وبره الدايره لاي حد. المهندس الشحات الظني من الخلالة دايرة بلقاس، واحنا جينا النهاردة علشان نأيد ونبايع النائب نصح البسنديلي مرشح حزب مستقبل وطن 2020. النائب نصح البسنديلي راجل المبادئ وراجل خدمات، واحنا جينا من دايرة بلقاس النهاردة علشان نؤيد ونبايع النائب نصح البسنديلي للخدمات اللي أداها في دايرة بلقاس، خدمات بالنسبه لمشروعات كبيره، بالنسبه للصرف الصحي ومياه الشرب
وكهربي ومحولات كهربي، وراجل فاتح مكتبه ليل ونهار، ويعتبر هو نائب الغلابة على مستوى دايرة بلقاس ودايرة شربين وبني عبيد وتكرنس. النائب نصح البسنديلي نائب لكل الغلابة، ومكتبه مفتوح ليل ونهار بيستقبل كل الوفود بدون وساطة وبدون أي مقدمات، وراجل خدمات وراجل مبادئ، واحنا كلنا بندعمه ونأيده. وشكرا للتلفزيون وشكرا لكابتن نصح البسنديلي راجل المبادئ. بسم الله الرحمن الرحيم. خالد أبو عزيز الشهرة خالد أبو الليل، مفتش عام في شركة مياه الشرب القطاع التجاري. أنا من دائرة بلقاس وجاي أناشد الكابتن نصح البسنديلي مرشح حزب مستقبل وطن رقم واحد، وبقول لشربين وبقول لدكرنس وبني عبيد إن النائب نصحي ونائب إنجازات، وجاي النهاردة أكتر من 100 واحد من دائرة بلقاس علشان نأيده، وبنشكره على الإنجازات اللي عملها في 2005-2010 في دائرة بلقاس، وبناشد جميع الشباب إن هذا النائب هو نائب غلابة، وخلال الخمس سنين اللي عدوا كان فاتح مقره وما كانش نائب، وكنا بنيجي من دائرة بلقاس وهو مش نائب وبننفذ طلباتنا، وبناشد كل الشباب اللي في دائرة اللي في شربين وفي دكرنس بني عبيد إن يساندوا الراجل ده، راجل طيب، والراجل ده فاتح مكتبه وفاتح بيته لأي حد، والراجل ده انا بناشد كل واحد في دائره شربين وبلقاس وبني عبيد. احنا جايين من بلقاس اصلا اكتر من 100 واحد النهارده عشان نأيد النائب نصح البسنديلي. انا جاي اصلا من انا مفتش عام اصلا في شركه مياه الشرب، هو الراجل ده عامل عندنا اسفلتات وطرق، وعمل عندنا الصرف الصحي، وعمل عندنا كهرباء في 2005، واحنا اصلا في 2015-2020 كان بنجي له انه ما كانش نائب وكان بينفذ طلباتنا. وانا بقول لديكرنس وبقول لبني عبيد وبقول لشربين وقفوا جنب الراجل ده، الراجل ده الوحيد احتراما للمرشحين اللي بيستجاب لاي حد، وبيته مفتوح ل 24 ساعه.